النهاردة مصر كلها بتحتفل بمرور 8 سنين على تنصيب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يكون رئيس لجمهورية مصر العربية. 8 سنين في عمر الأوطان من المعروف أن هي ما تعتبرش يعني عدد كبير، لكن في الحقيقة مصر بقت في مكان تاني خالص خلال الثمان سنين دول. 8 سنين حصل فيها إنجازات كتير، 8 سنين صورة مصر قدام العالم اتغيرت، 8 سنين كمان بقى نظرة رؤساء الدول لمصر بقى مختلفة، بقت التجارب اللي حصلت على أرض الواقع على أرض مصر بتخلي كمان العالم بيشوف مصر عملت إيه؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي في خلال السنوات القليلة دي قدرت إن هي تروح حتة تانية خالص وبقت مثل يحتذى بيه، وأبرزها طبعاً حياة كريمة اللي الأمم المتحدة والعالم كله دايماً ما بيشيد بيها ويقول بصوا شوفوا مصر إيه اللي حصل فيها؟ إزاي قدروا إن هم يعملوها؟ يمكن الدول الأخرى تقدر إن هي تعمل زيها. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، وصباح الخير على كل مصر، وألف خير وألف عافية على كل المصريين بإذن الله، وكل يوم يكون أفضل من اليوم اللي قبله، وده اللي بيحصل فعلا على أرض مصر. وقول صباح الخير بالتأكيد لزميلتي العزيزة نهى درويش. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا دعاء، وصباح الخير على كل المصريين. وزي ما دعاء قالت، احنا النهاردة بنتكلم عن 8 سنين من البناء والعمل، وكان فيها رهان الرئيس السيسي على المواطن من أول لحظة، وكان همه الوحيد برضه هو المواطن، وده كان من خلال توفير الحياة الكريمة وبناء الاقتصاد القوي. وطبعا كان فيه اهتمام غير مسبوق بملفات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمرأة والشباب وغيرها من الملفات الكتير اللي حصل فيها إنجازات على مدار الثمان سنين اللي فاتوا، والذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس السيسي رئيسا لمصر. سلكنا طريقا شاقا من أجل بناء دولتنا الحديثة وصولا إلى الجمهورية الجديدة لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.